باسمه تعالى. الفرق بين الفعلين فالن وفيلن أو فالن وفيلن. إذا بحثنا عن الفعل فالن في قاموس عربي أو إنجليزي أو حتى ألماني، فمهما كان مستوى القاموس أعلى فإنه لن يحل مشكلة هذا الفعل، بل القاموس الأعلى وهو الألماني سيزيد المسألة تعقيدا، لأنه سيزيد الفعل تفصيلا وسيعطي معان أكثر وأكثر وأكثر دقة وتفصيلا، ففي النتيجة سيظهر معنا هذه المعاني كلها ما يقارب من 15 معنى، وفي الظاهر هذه المعاني كلها متناقضة، فيسقط، ينخفض السعر، يتدلى شعره على وجهه، تم قتله في المعركة، انتزع مقود السيارة من السائق، أمسك أحدهم بلجام الحصان، يكون الباب مفتوحا فيغلق، ينقض على فريسة، ينتمي إلى زمن معين أو يوافق تاريخا ما، يندرج تحت مفهوم معين، تم استبعاده واستثناؤه من مجموعة أو تصنيف، ينام بعمق، يتحدث لهجة أو لغة مختلفة، يغير طريقة مشيه، إصدار قرار أو طلقة أو هدف في الرياضة أو كلمة أو ملاحظة. فإذا كان أفخر وأرقى قاموس في الألمانية نعرفه يعطينا كل هذه المعاني المتضاربة، فكيف يمكننا أن نحفظها وأن نختصرها؟ إليكم الحل. فتطبيقا للقاعدة التي أسست لها، وهي وجوب أن نفهم النص فهما حرفيا، أي كما يفهمه الألماني، فبالرغم من أن القاموس الألماني يترجم لك بمعان مختلفة لكلمة واحدة، لكن الألماني ذاته يفهم حرفيا، أي يفهم معنى واحدا لكل كلمة، فيجب إذن أن نوحد المعاني السابقة. فكما ترون الآن جعلنا الجمل كلها بمعنى السقوط، إذن يسقط السعر أي ينخفض، يسقط شعره على وجهه أي يتدلى، سقط في المعركة بمعنى تم قتله، سقط في مقود السيارة أي انتزعه من السائق، وقد تستغربون كيف يسقط في مقود السيارة، وهكذا يفهمها الألماني، سقط في مقود السيارة، وأنتم إذا تخيلتم الصورة وشخص يسقط في المقود أي يحتله، عندما يسقط شخص في مقود السيارة إذن سيطر عليه، فإذن انتزعه من السائق. سقط الحصان في اللجام، تخيل حصانا سقط رأسه في اللجام، إذن أحدهم أمسك بلجامه، النتيجة واحدة، لكن يجب أن نعبر عنها تعبيرا حرفيا، سقط دائما بمعنى السقوط، يجب أن نفهمها هكذا ليسهل علينا الحفظ، بدل أن يكون يتوجب علينا آلاف الكلمات تصبح مئات الكلمات فقط، فبدلا من 40,000 كلمة مثلا ربما نحفظ 400 معنى فقط. إذا نكمل، يسقط الباب في القفل، فلنتخيل الباب وكأننا رميناه ضمن فخ أو قفل، إذن الباب سيفتح أم سيقفل؟ سيقفل، لأنه سقط في قفل، إذن يكون مفتوحا فيغلق. يسقط على فريسة،
الأسد يسقط على فريسة مثلا، إذن ينقض عليها. يسقط في زمن معين أي يقع في زمن معين، إذا قلنا الحادثة الفلانية وقعت في زمن معين أي أنها توافق زمنا معينا، كما يكتبون في التاريخ اليوم الدرس الفلاني الموافق للتاريخ الفلاني، أي يسقط في زمن معين أي ينتمي إلى زمن معين. يسقط تحت مفهوم معين أي يقع تحت مفهوم معين، يندرج تحت مفهوم معين فيكون مثالا عليه. وليس غريبا أن نعبر بالسقوط هنا، فعندما يندرج شيء تحت شيء فهو وكأنه يسقط تحته وليس يعتلي فوقه. إذن نحن لا نأتي بمعان عجيبة، هم يفهمونها هذا الفهم الحرفي، فلتعتبر أنت أن لغتهم بدائية قديمة جدا، فتعابيرهم غريبة لكنها واقعية. إذن سقط من مجموعة أو تصنيف أي تم استبعاده واستثناؤه من هذه المجموعة. يسقط نائما أي ينام بعمق. يسقط في لهجة أو لغة مختلفة أي يتحدثها، فلنفترض أن اللغة أو اللهجة هي لباس فارغ فسقط فيه، إذن صار يتحدث هذه اللغة، كما يقول الممثل دعني قبل أن أصور المشهد في المسلسل أن أدخل في المود، كما يقولون أن أدخل في الحالة. هل هو يدخل فعلا في حالة ما؟ لكنه تعبير حرفي في العربية، وهنا تعبير أيضا حرفي. سقوط قرار أو طلقة أو هدف رياضي أو كلمة أو ملاحظة، أي يتم إصدار قرار، كلمة، ملاحظة، إنجاز هدف، كله سقوط، لأن القرار عندما نسقطه يكون في لائحة الانتظار، وعندما نقرره فقد أسقطناه من لائحة الانتظار. والطلقة عندما تسقط أي تخرج من السلاح، فمصير الطلقة دائما هو السقوط وليس التحليق نحو الأعلى. وعندما تسقط كرة السلة في السلة أو كرة القدم في مرمى القدم، فأنت أيضا تقوم بعملية إسقاط، لأن الجاذبية الأرضية تجعل كل ذلك يسقط في النهاية. وهكذا، وبعد أن وحدنا المعنى في هذه الجمل كلها وهو بمعنى السقوط، نلاحظ أيضا أن الفاعل في هذه الجمل كلها هو الذي يسقط، فالسعر هو الذي يسقط، والمقاتل في المعركة هو الذي يسقط ولا يسقط غيره، والأسد هو الذي يسقط على الفريسة ولا يسقط الفريسة. هذا الفعل يتكلم عن عملية سقوطه ولا يتكلم عما حل بالفريسة. فإذن كل هذا السقوط هو سقوط الفاعل ذاته. إذن نستطيع تلخيص الفعل فالن أو فالن بأنه يسقط بذاته، يسقط بذاته ولا يسقط غيره. نعود مرة أخرى ونتأمل الأمثلة ونتأكد من أن الفاعل هنا دائما هو الذي يسقط. أما الفعل الذي يشبه الفعل السابق تماما ولكنه يختلف عنه فقط بأن الحرف الثاني عليه نقطتان أي أوملاوت، فأيضا
بعد البحث الطويل في عشرات القواميس نجد المعاني التالية: يقطع شجرة أو ينشرها بالمنشار، ومجازا تستخدم للإطاحة بعدو، أي وكأنه قطعه بالفأس فقتله أو قطعه بالسيف. المعنى الثاني: يطعن عدوه بحربة. إذن الأول يقطع شجرة، والثاني يطعن بحربة، الثالث يصدر قرارا أو يبت في قضية محكمة. وفي مجال الرياضيات هناك إسقاط عمودي هندسي يعرفه المهندسون، وفي مجال الكيمياء يرسب مادة من محلول كيماوي. كل هذه المعاني للفعل فعلن أو فعلن. أيضا لدينا عدة معاني متضاربة في مجالات متعددة لا علاقة بينها في الظاهر. إذن نلجأ إلى الحل ذاته، نوحد المعنى، فنجد أن المعاني أصبحت: يسقط شجرة بأن يقطعها أو ينشرها، إذن يسقط الشجرة، يسقط الحربة في عدوه أي يطعنه بها، إذن عندما يهوي بالحربة أو الخنجر أو السكين في عدوه فهو يسقطها، أي لا يسحبها منه بل يسقطها فيه، لأنها تحمل معنى الغرز وبالتالي السقوط إلى الداخل وإلى الأعماق. ثالثا يسقط قرارا أو حكم محكمة من قائمة الانتظار، فإذا كان يفكر في شيء ومتردد هل يفعله أم لا فوكأنه في قائمة الانتظار في عقله، فإذا قرر يمينا أو يسارا فوكأنه أسقطه من قائمة الانتظار لهذا القرار. أيضا حكم المحكمة، لديه قضية في المحكمة يتنتظر لأن لديه الكثير من القضايا الأخرى، فعندما يصل الدور إلى هذه القضية فيسقطها من قائمة الانتظار بأن يبت في أمرها وأن يحسم أمرها، فهو إسقاط. ثم إسقاط عمودي هندسي في الرياضيات كما قلنا، وترسيب المادة الكيماوية هو نوع من الإسقاط، إنه إن كان لدينا مادة كيماوية وتفاعلت مع مادة أخرى بهدف أن يترسب شيء منها في الأسفل، فتوجهها نحو الأسفل هو نوع من السقوط. إذن أيضا معنى السقوط هو الذي يوحد المعاني السابقة كلها، لكن هل الفعلين فالن وفيلن هما بمعنى واحد وهو السقوط، أم هناك فاصلا دقيقا بينهما؟ نلاحظ أن السقوط هنا في الجمل كلها الفاعل لا يسقط بذاته كما كان الفعل السابق، وإنما يسقط غيره، فالفاعل هنا هو الذي أسقط الشجرة ولم يسقط هو، هو الذي أسقط الحربة ولم يسقط هو، أسقط قرارا ولم يسقط هو، أسقط عمودا هندسيا، أسقط مادة ولم يسقط هو بنفسه. إذن ملخص هذا الفعل أنه يسقط غيره، فخلاصة الفعلين هي أن فالن
يسقط بذاته وفيلن يسقط غيره. إذن المعاني الكثيرة المتضاربة التي استخرجناها لخصناها الآن بكلمتين: أن يسقط ذاته، أو بالأحرى أن يسقط بذاته، أو أن يسقط غيره. وبهذا نكون قد غيرنا طريقة التعليم القديمة بإعطاء المتعلم المعاني الكثيرة فيضيع، والآن وحدنا ذلك كله في معنى واحد، وبهذا يكون أسهل للفهم وأسهل للحفظ. ونعطي مثالا لكل فعل: أوراق الشجر تسقط، وهي تسقط بذاتها طبعا، لأن أوراق الشجر لم تسقط غيرها وإنما سقطت هي بنفسها. دي Blätter fallen أو fallen. ومثال على الفعل الثاني الذي يسقط غيره: أسقط قرارا، أي هو أصدر قرارا هاما. Er hatte eine wichtige Entscheidung أي الحرف الثالث وهو التاء، إما أن نلفظه أو لا نلفظه، لكن في كلتا الحالتين لا نلفظ الحرف الأخير وهو الجي، فإما أن نقول Entscheidung أو Entscheidung. Zu fällen أو fällen. وطبعا Entscheidung هو قرار، wichtige هام صفة هذا القرار. والحمد لله رب العالمين.